خميسي على إيفام أحلى غدير. يا فيما على راديو، اهلا وسهلا ويا مرحبا، سلام عليكم الناس الكل اللي قاعدين تسمعوا فينا وين ما كنتوا، داخل او خارج حدود الوطن، وين ما يصل لكم صوتي يا فيما. نقول لكم ان شاء الله نهاركم مزيان ونهاركم اسعد الايام. سعيد جدا نتقابلوا في هذا الموعد اليومي من هذا الموسم الثاني من برنامج الدوامه بلس، حلقه الجمعه 22 ديسمبر 2023. عنا برشا ما نحكي، ونحكي على رسالة وزير خارجية أمريكا أنتوني بلينكن لتونس، وخاصة للسيد نبيل عمار وزير خارجية تونس. نحكي أيضا على الإفراج بضمان مالي قدره 18 مليار على عبد الرحيم الزواري. من هو عبد الرحيم الزواري؟ تنحكي عليه بعد شوية بالقدان. نحكي وزادة على الجانب الثقافي اليوم، صراحة الجانب الثقافي في تونس عنا ما يتحكي، لقاء رئاسة الحكومة مع أون جابر، وزير السياحة مع سامي الشافعي، وفيلم تونسي ضمن قائمة الأوسكار. كورة أيضا نحكيهم بعد شوية، الأهم والأبرز واللي نأكدوه ديما، الهدايا والكدوات. تقريبا كل 10-15 دقيقة موجودة الكدوات على 31-380 ألف. نتعرفوا على الفريق والمجموعة اللي موجودين معنا اليوم. البداية بالأستاذ القرطجني مجد بال، سيد مجد البرهومي، مرحبا. تحياتي ليك خميسي، وعنا جديد راهو على حنا بال، ان شاء الله تكون لي اف ام والدوامة عندنا. قوليش مازال حي عاد؟ لا باش نحيوه أيوة. خويا ديما عنا جديد على حنا بال باذن الله، وباش نحيوه وباش يولي معناها ماركة خاصة بتونس، حتى حد ما عاد ينجم يقرب لها من دول العالم على فكرة. العاد. وتحياتي ليك وتحياتي للفريق العظيم محمد الخماسي، ديما مع النغمات هذه متاع الموسيقى وقت اللي نبدا أيوة. في السياره بين الحقول أيوة. ماشي الى مكان تتفكر في املاكك أيه؟ نبدا نسمع فهمتني في واحد في صوت كونتراكتي اليوم. دي كونتراكتي اليوم سوري محلول على طريق تامر حسني، ولا شويه تعمل الكيف؟ لا مش على طريقة حنا بال. حنا بال تحياتي المستمعين خويا. شكرا ليك ماجد البرهومي. نتعدى الخالد علي لوتشانو التويتي خلود، مرحبا. مرحبا بيك، مرحبا بمستمعي ومستمعاتي في، مرحبا بالكيب. هو من ساش حنا بال ما فما جوار ما من تونس الكل نحبوه ومن سنين، خاطر في الاسبوع هذا في مثل هذا الاسبوع أيوة. هذه بالرخيص الله يرحمه، الله يرحمه، يرحم. ترجي ربحت الزمالك وقت 3-1 مرك هدفين معناه صحيح، وكان لاعب عصري بلها أيوة. كان لاعب عصري وكالزين وكل بدن الله يرحمه وينعمه، رانا عبيد كيما هذوما رانا ما ننساوهم بلها الله يرحمه. والله 3-1 فينال كاس رابطة الابطال الافريقي وقتها ترجي وزمالك 3-1 مركز زوز هو الله يرحمه، صور الرقوش ومركز زوز معناها في 94. خالد كان يعجبك بدن وجوار وكوره كل شيء محمد، حتى كنت تشوفه قبل كان حتى في تخمامه في عيشته ما تحسوش تونسي، اي صح، ديما كلي وحده والكمان نتاعو موتور جو الله يرحمه وينعمه. نتفكر بعد حتى ما مات ربي يرحمه، الجمهور كي غني مش كان جمهور الترجي راهو بلها يا بلها، كانت تفكر حتى مع المنتخب كانوا يغنيوا، صدقني عبيد تبكي في مصر وقت عادل السليمي مارك وهز المريول نتاعو. اي جوريت كان شفت في تفينته محمد تونس كامله جي صح، ربي يرحمه الله يرحمه وينعمه. واضح. ثريا العمري الانستغراموزة، سعادة جدا انك موجودة معنا، مرحبا. انا اسعد والله، اهلا وسهلا محمد، عسلمة توت ليكيب والمستمعين والمستمعات. اللي صبحها في شان يبيتها في شان أيوة. هكا يتقال مثل أي. اللي يشوف توتو اليوم الصبح ما يقولش توتو تولي والعشية، شكون توتو؟ اللي هي انا انا مولي تربج بروحي تو بربي شوف اليوم قمت في حاله عم حسن، انا مريضه في حاله ما تفاعلش يا اخي، لعبتك الشيطان قلت يلزمني نخدم ويلزمني نقوم ونتحرك ايوه الحمد لله ربي يعطيك الخير، مريضه لطف عليك شويه القريب والفرش، وذاك كل واحد ما يعطي ما يزموش يشد الفرش باهي بربي. من الفريق شكون الوحيد اللي يسلم عليك وقال لك جبرون لو ريسك ما يسالش حتى كان؟ اكيد صديقي الماتر العظيم قال لي ما خافش من حتى فيروس. انا مره قلت له مستبرد ما جاش نهار فما مثل تونسي يا ثريا يقول لك شنقه مع الجماعه خلاعه وغزوا للخلاعه مع بعضنا. اهي انا اعطيه الكلمه الرئيس التحرير، نحيي فيك ضبط النفس، ما حبيتش تتفاعل معاه في الموضوع خاطر مدون، كنت تقول توتو تحس عليك. حسنين مرحبا، حسن بن عثمان. انا سيدي محمد نحملك المسؤوليه كامله، انا نحملك انت نحملك سيدي لاني جايب ثريا ايوه العامري ايوه وهي مريضه يعني بجريب وحطيتها بحذايا، وانا قلت لك بعدها عليا
يعني ولا تمشيش تعديني لا ولا ما تدنيش انا الميكرو هذاك المفروض يعني يحجروا عليه بربي اموركم نعرف من يعطيك قويه نعم احسن اسمعني نعرف من يعطيك قويه تك في الزرير وخاصه يعني تك في الدقله تجي الفيروسات الخطيره جيبها بحذنا خمس شو انت توا شو انت توا تالي جيبها بحذنا ماشي برو يهز الحلة بعد يدفنها مع حلة بعد قبل ما نتعدى الاحوال الكياس يعني خلينا نقولوا يا مرحبا سلم على المستمعين صحيح يا مرحبا أيوة. يا حبيب برافو عليك حسنين للمستمعين والمستمعات ايوه ربي يبارك فيكم ويكثر من امثالكم ويكثركم ايضا ايوه ونحب نهدي تحيات يعني للي يسمعوا فينا بالخارج وهم كثيرون الحقيقه الحمد لله ونحب نهدي لهم صحفه البلابي تونسيه ونقول لهم راهو يعني حتى في الغربه راهو البلابي هو سهل الاعداد سهل ياسر تعطينا الوصفه تو بلحظه تفضل كيفاش يعني هو كمش حمص ايوه فهمتني في طريف ماء كمش حمص خليه يكمل خليه يكمل في شويه ماء ايوه بارم وتحط معهم شويه كربونات ايوه نفى كربونات وتتركه يعني معناها تقريبا يجي ساعه يهبك الحمص ويظل خارق العاده ممتاز ويرخرخ يرخرخ ايوه تزيد عليه يعني خمسه ولا ثلاث سنون ثوم ايوه دوبا ياخذوا غلو دوبا ياخذوا غلو طفي انت وتضيف يعني شويه ملح وشويه كمون وشويه زيت زيتونه ومن بعد هذيك هي هذا الباز هذا الباز من بعد حب زيد الهريسه والهريسه ما فماش هريسه عربي لبرا فما هريسه احكوك يا عم الهريسه اللي جي اللي ترجم العبارات المستعمله تتفه في اكله وطنيه من مميزات الهويه التونسيه ارجع لهم بعد فهمتني زين زين حتى انا نرجع باش نعطيكم الوقت عندكم الحق تطفي عليه يا سيدي احوال الكياس اكله تافهه ولكن مرغوب فيها احوال الكياس تسويت مع هي بالغايب وراجعين من 5 ل 7 متاع العشيه الدوامه بلوس مع محمد الخماسي على ايفان احلى غدو يا فهم على راديو مرحبا بكم من جديد الناس كل اللي قاعدين تسمعوا فينا رجعنا لكم حلقة اليوم بحضور الأستاذ القرطجاني ماجد البرهومي خالد علي لوتشان وتويتي ثريا العمري والشيف حسنين اللي اعطانا الوصفة تاع البلابي في ال 15 دقيقة الأولى ما تشبهش للواقع أمان عاد نرجع مقرونتي كذابة مش خير أيوة. بالوهرة وبالكار تونس كامل تحبها وبنينة وكتيب تشبع شنو الطرف قال لك فتيته وتبربر ودرشنيه وحمص شباب بكير العيبه والله نحطوا اختاره نحطوا اختاره الناس اللي تصوت للبلابي راهي تصوت لحسن والمقرونه كذابه راهي تصوت ثريا وشوفوا شكون يربح شنو مكونات المقرونه كذابه نتاعك ترى شنو طرف مقرونه مقدسه هكا صلي عني بيه معناها نتاع القروي ولد القروي ما يسالش ولد القروي وولد نتاع القروي يتكثر كان القروي وطرف هريسه وطماطم خويا خلينا نسمع البلابي خويا بابار نحيوت المزح ولهت اكله وطنيه واللي ترمز من رموز الدوله التونسيه في الاكل ثم الدول اللي تحب تسطو عليها وتنسبها لنفسها أيوة باش تعرف دينة اهميتها دينة دون ذكر اسماء دول منهم الكيان الصهيوني وثم دول في منطقتنا شعلينا في ذكر الاسماء اسرائيل تحب تفكر اسرائيل تحب ينسبوا فيها اليوم هما زاد باش تعرف اهميه الاكله هذه معناها ويجي السيد رئيس التحرير ويقول لك شويه حمص وما نعرف شنو ثم عمليه تعتد فيه لرمز من رموز الهوية التونسية دمت حارس التراث التونسي ماشي نحب نوجه رسالة نحب نوجه رسالة الهوية التونسية هكا لا شو على شنو الهوية التونسية تافهة تافهة يا حبيبي ارتقي قليلا بالهوية انك في هوية يا صاحبي يا صاحبي الهوية تدخل فيها الاكل واللباس ويدخل فيها التاريخ ويدخل فيها الرموز استنى كتب على الموضوع ويدخل فيها هي يعطيك الصحة مالك كيفاش تحكي استنى يا حبيبي على الهوية التونسية هو هؤلاء الناس يكررونك في الهوية التونسية لأنهم يعقدونها أيوة. وكان يمشوا يحكينا على العقد ممكن خير لأن نجم نعطيك الحقيقة على صحن عقد حلقة أخرى استنى أما لكن الشيء القوة المتاعة يعني الشيء ذا التونسي أنه يعني بسيط وعميق وسهل ومتاح للآخرين وأكثر من هك يعني الشيء الحقيقي حين ياخذ يعني مدى يولي الناس الاخرين تاخذه كيما اخذنا نحن الشاورما اخذنا بلاش الشاورما ما قلناش نتاعنا مش يعني استنى ايه تاني احكي لك حتى صحن تونسي المفيد الاكل والتقاليد والذاكره نتاع الشعوب العميقه والحقيقيه تستلفها الشعوب الاخرى سؤال بسرعه عشان تعدل التليفون بسرعه باش نعطيك الكلمه ماجد سؤال بسرعه تعتبر ماجد احسن مدافع للهويه التونسيه
لا رمز سردو بال لا شوف وانه تاخذها تاكلها كما ناكل احنا الشاورما حاجه، اما تنسبها لنفسك وتقول التوانسه سبوها هذيك حاجه اخرى. كيما عصيت زقوق وزاد توا تاخذ على عمليه سطو كبير البرشه شعوب ينسبوا فيها الروح والسيد خالد والسيد خالد علي تويتي خالد علي تويتي اخر واحد يحكي على البلابي خاطر توا ما ذوقناش ايوه في باب سويقه والكوميسار فوالا يعطيك الصحه فهمتني. وبالله محمد بسرعه الرساله العربي سنغريه اللي كي معناها نذكره ينزعج قالك شبيه مش مسيبني ايوه اللي فات خويا يجبد فيها في غيابي ويحكي قلق قرطاج وكذا لا فمعناه تحذير عبر الهواء للسيد عربي سنغريه ماش يذكرني في غيابي خارق العاده. حنا بعد الحروبات الكل ربحها مرة قبل ما يخرج الحرب ياك الصحفة لبلب ها التاريخ ينجم يقول اي سيدي نتعدي ونلعبوا توت سويت على 200 دينار كاش من اهداء مؤسسة زمام توت سويت على 31 380 ألف. أول تليفوني هزنا النابل مدام هادية مرحبا. ألو عسلامة شو الأمور؟ الحمد لله. منين تسمع فينا مدام هادية؟ ولاية نابل بوعرقوب. بوعرقوب يا عيني على بوعرقوب مزيانة بوعرقوب كالم تعمل 66 كيف؟ إيه والطقس كيفاش الأيامات؟ والله سقع مطر باردة ريح الحمد لله. بربي كنت تسمع في الوصفة تاع البلابي اللي أعطاوها المجموعة ولا؟ اي والله نسمع اللبلابي والمقرونة الكذابة. اللبلابي والمقرونة الكذابة ايوه اي أيوة سيدي مالا ما غير ما نطول عليك يجي نقول لك كيفاش. مبروك عليك 200 دينار كاش من اهداء مؤسسة زمام ما غير لا سؤال لا حتى شيء. مبروك عليك. ميرسي 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 ان شاء الله كل عام وياك ام بخير ان شاء الله. ربي يخليك مدام هادية مبروكين عليك ان شاء الله كل عام وانت بخير وانت والناس اللي تحبهم واي اف ام معاكم حي بالف خير. للناس اللي تسمع فينا اذا تحب تحل مؤسسة تعليمية او مركز دعم تربوي او مركز تكوين ما عليك كان بمؤسسة زمام اللي توفر لك كل ما تستحق من أثاث أسعار مدروسة وديزاين عصري برشا. زوروا صفحة الفيسبوك موبل سكولير زمام ولا اتصلوا ديركتمون بالرقم 92 18 20 20. نعاود نفكر 92 18 20 20. مازال الربح يستنى فيكم ديما على 31 380 ألف. قبل ما نبداو للناس اللي قاعدين يتفرجوا فينا على الديجيتال نسلم عليكم برشا باش نوريكم تصوير الخالد علي تويتي وشبيه خالد علي تويتي وقولوا لي حتى الفريق الفوارق السبعة موجودة وإلا لا. أقعد هكاك خل تعمل حتى هكاك أعطيونا الصورة ترى وشوفوا الصور مع هذا الممثل الأمريكي سامويل إل جاكسون. سبحان الله كما يقول خالد علي تويتي بيدو معناه فولة وتقسمت على اثنين معناها سبحان الخالق بالحق مش نورمالي شباب أحسن يشبه ولا أبدا لا والله العظيم خالد تويتي مش بقوز قدام ذاك أذاك يا ودي تمثال بتاع جمال تليخ قلناش خايب اخي احنا ممثل امريكي هو حلو كممثل امريكي روعه ما يشبهش الخالد وين يشبه الخالد بقوس غزل له كيفاش زوز ملبوب علاش وكذا مسمسم غزل له كيفاش مسمسم قدام عايش عساني خالد يشبه لك ولا شويه مش برشا في الثروة في الثروة اي سيدي نبداو تدسويت مع ثورية طاقة الاسامي موضوع اللي باش تحكي لنا عليه اليوم اسم خالد خالد تدسويت مع ثورية هاي سيدي احنا حكينا في الليكيب على سامي الكل قعدت خالد قلت قبل ما توفى الجمعة خلينا نسكر باسم خالد باش خالد ما يتغشش مع حضرنا تصويرة تشبه له مش نورمال أيوة. اسم خالد اسم مذكر عربي ومعناه الباقي والدائم مذكر بثبتة سير مذكر وعربي شخص طموح وديما يحاول انه يحسن من حياته ما فماش ما اطيب من قلبه تخي كلاس ما يتكلمش ياسر اما كي يتكلم يعرف شنو يقول ما يحبش الروتين لازم يلقى حاجة يكسر بها الروتين مثلا يعمل فواياج يمشي يخدم خدمة يلقى رحلة يمشي يشارك فيها يزور أقاربه حتى وكانهم بعاد يكسر بهم الروتين هذه حاجة الأولى والحاجة الثانية عنده هو سيلة الرحم خط أحمر أما الحب فهو مغامر بالنسبة ليه حبه يتبدل يتجدد متعدد التجارب متعدد التجارب أيوة. وحبه يتبدل يتجدد توا صدقت الأقوال متاعك نجي وتوا للسلبيات يا بابا قديش وعني يجيك خالد راهو يشد صحيح الأخر دقيقة وهو يبدأ مكبش في رأيه وانت تعاند وهو يعاند انت تعاند وهو يعاند حتى كي يطلع غلط يزيد يهبل ويتنرفز على خاطر ما كانش عنده الحق هذه هي الحاجة الوحيدة في سلبيات خالد إيش بهلك خالد اللي كان تقول فيه بقى ما يقول ما لقيت ما نقول فيهم حاجات موجودين فيك
الحق تعاند ما تحشمش يا خي راك راجل كبير مش باش نحشم باش بينا يخطبوا فيك يعني تاوي تحكى وكذا يعني شد واحد وخذ موقف يعني والله مش معقول مش معقول عندك الحق ايوه مو نحشم ماجي تحب تذيب سبحان الله سبحان الله سبحان الله لا والمره جايز اذا خاطر تو ما نعرفش ينطبق ولا خاطر عنده زوز اسماء اسم لوتشيانو زاد شوفوا لنا المره الجايه شنو يعني والله ثوريا فقط حبيت نقول لك برشا ناس قاعدين يتفاعلوا معك ويبعثوا لي وطلبوا زوز اسامي قالوا لي كانت نجم ثوريا تعمل لنا طاقه الاسامي نتاعهم الاسم الاولاني قالوا لي منصف والاسم الثاني راشد الاسم منصف على اسم بابا الله يرحمه ربي يرحمه وراشد اسم راشد مع الوقت شكون يعرف حلو برشا اسم راشد تنبدا نهار اثنين اسم راشد مرشد اما شوفينا راشد بعقله برشدي هي مش راشد فاقد الرشد براس امك انا نحكي في المطلق راهو لا وزيد شوف اسم نبيل برامو راه نبيل ثريا في حكايه عجبتني فيها نتاع صله الرحم انا امي واختي بعد ما مات بابا وحدهم مشيت هزيت حوايجي وقعدت بحذاهم ما نجمش نخليهم واحد ربي يخليك امبوسيبل نخليهم ربي يفضلهم لك حسهم توا كي ندخل انا يرقدوا كي ما نجيش انا ما يرقدوش ربي يفضلك لهم خلود ويفضلهم ليك نعرف ربي يخليك خلود وانت سيد الدار نعرف خلود القلب الكبير وتفل الصغير الداخل فيه واختك وامك فرحانين بيك سيد رجال انا نعرف ايش نحكي خلود ربي يفضلك ويعطيك العمر والصحه نتعدى مع ماجد البرهومي عنده ما يحكي لنا لكن قبل الحسنين وانت حكيت على تجاربك مع اشغال افريقيا كنت الكتريسيان قلت لي ولا شنو تعرف والله جاني صديق قال لي تعرفش الكتريسيان باهي قلت كان في الويكاند يا ولدي وين العده فرطت في العده فرطت في العده عده التورنيفيز مشيت الامور مش الكل ذهب يا ماجد البرهومي الحديث على انجابر مره اخرى تصنع الحدث المره هذه بلقاء مع رئيس الحكومه محمد معناها من الأشياء اللي نحب نشكرك عليها ديما معناها أنك عرفتني بشخص اسمه خالد التويتي قلت لك نعرفه من قبل لاعب كبير وكذا لكن الجانب الإنسان في خالد التويتي اكتشفته في الحصة هذه وبالحق معناها من الناس اللي فرحان برشا اللي عرفته وأتشرف أخويا الغالي ذاك وربي يخليك وربي يديم العشرة بيناتنا أمين ربي يفضلك يا عيشك الله يخليك خلود أقول خلود حبيت نحكي على أنس اللي اليوم استقبلها السيد رئيس الحكومة البارح عفوا معناها واستقبال كان معناها مستحق بطلة كما أنس جابر نعاود ونكرر المرة الألف معناها تستحق كل التكريم سواء من السلطة الرسمية ومن الشعب التونسي معناها الطفلة شرفتنا في الخارج من خلال معناها اللعب شرفتنا من خلال أخلاقها العالية من خلال مواقفها الإنسانية الكبيرة شفنا معناها حتى كبار العالم معناها ما شفنا حتى أمراء أميرات يهبطوا معناها للتراء ومعناها ويصافحوها وغيره لا لشيء إلا لأنه تميزت برقي كبير برشا تكريمها صار قبل في رئيس الجمهورية معناها وصار حتى في رئيس الحكومة مع السيد أبو دن وغيره والآن معناها مع سي أحمد الحشاني ممتاز معناها التكريم هذا الجديد هو أنس وأنه ربما باش تبعث أكاديمية للتنس معناها لتكوين أبطال جدد وهذا مهم برشا لتونس ما ينجم كان يزيد في إشعاع اللعبة هذه في تونس ويزيد معناها يقربها أكثر للناس مع الجهود بحقيقة اللي تقوم بها جامعة التنس سواء مع رئيس الجامعة الحالية أو ممن سبقها بطبيعة الحال لأنه أنس جابر وغيرها مالك الجزيري وعديد الأسماء الأخرى ربما ما مشتش العالمية لكن على المستوى الافريقي عملت معناها اسم وغيره هذايا معناها اعتقد انه المكاتب الجامعيه اللي تعديت على الجامعه التونسيه للتنس قامت بمجهود كبير وكل ما تمناه انا محمد كي قريت الخبر ديما نقراه ما وراء الخبر اي عندك نقطه هذه ممتازه تمنيت ان شاء الله ما يكونش الاعتزال نتاع أنس جابر معناها او فكره الاعتزال لانه بدات تفكر في اكاديميه مازلنا نستناو باش تفوز لنا بجران شلام في الموسم الجاي ان شاء الله معناها ما تفكرش في الاعتزال لانه مازلت ماهيش كبيره برشا معناها بالنسبه لرياضه التنس ومازال عندها ما تقدم للعبه هذه والتنس التونسي والعربي والعالمي يعني مناجدة الأنس مناجدة الأنس وأنه ما تعتزلش وتفوز لنا بجرانش لام ساعة ما كوت كوكوت ما ما يصير خارق العادة ماجد البرهوم خالد عليك السونتر هذا اللي باش تعمله أنس جابر مني وإن شاء الله كان تونس تمشي فيه ويمشيوا معاها محمد بعد 15 و20 سنة لما تونس تدخل فلوس أكثر من السياحة اليوم لاعب التنس يا محمد أي في جرانش لام
3 و 4 مليار موجودين فارغة. اليوم كان تطلع انت 10 لاعبات وخمسة لاعبين ونجم يمشي لك الجراند سلام، شو فكر الفلوس اللي باش تدخلهم؟ يعني مشروع ناجح يلزمنا نخدموا عليه 100%. واضح حسنين، مهم ذا اللقاء رئيس الحكومه مع اون جابر، وهي مازالت تلعب وهي مازالت بطله يعني حتى معنويا، ويقول لها مازلنا نحبوا نراوك ترفع رايه الوطن عاليا، نحبوا تتويجات جديده. وفي المقابل اونس كان عندها طلب انها تعمل اكاديميه لتكوين الشبان في كره المضرب. مهم لقاء بحيه راسه نقول نحن. مش فقط مهم هو مهم للسيد رئيس الحكومه بقدر ما هو مهم أيوة. ايضا الانجاب الاثنين يعني الاثنين يستفيدوا يعني نحكي على الشحنه الرمزيه والمعنويه، راهو ان تنجب تونس بطله عالميه ديمونسيون انترناسيونال أيوة. معترف بها وموثوق فيها ولا غبار عليها، ويستقبلها السيد رئيس الحكومه هذا معناها يعود له الفضل في ذلك. وهي كي تقبل ايضا راهو الابطال ينجموا يرفضوا طبعا، فهمتني ايه؟ وجدت في المناسبه هذه وهي معناها مازالت في طب كاريرها لا مستقيل ما كملتش ما لم تتوج مازالت ايه. ونحن ان شاء الله يعني من المقابله هذه تعطيها دفعه هي وتجيب لنا ذهب ايضا للميداي أيوة. هذا اللي حسني ولا هذا هو حسنين العاب اولمبيه اي بينسي ان شاء الله تجيب لنا ميداليه. حسنين رفضت مره من المرات تتويج، استدعوك على تتويج ولا حاجه رفضت؟ الذهب ما اعطوني حتى حد ذهب. نحن في الثقافه ياكتو كورك وكل تقدير واحترام للمبدع المتميز المتسس كلام كل الظلام بلا معنى. فمك الزيتونه بالعنبر هذيك تحصلش عليها؟ اوه يا دين امي، عندي غرس زيتون غرز زيتون واشياء من هذا القبيل بالعنبر وما حتى من يسوى معنى بلا معنى ولا يتصرف. في اي فتره تكرمت في الترويكا مع سمعت مجد مع مصر مرزوق في اي عهد؟ قلت يمكن في عهد السيد مصر مرزوق. ما قلت يمكن، لا بصراحه من عهد كارتاج وانا يكرموا في انتو ليه فدون رغم انه محمد ما نعرفش هو حكي قال مره انه في الثقافه ينجموا ياخذوا جوائز ماليه كبيره وحكي على شاعر وقتها وانا نسمع فيه هي جوائز برشا جوائز الجوائز اللي موجوده في تونس كلها الحمد لله. ولكن هي او تحسينوا الادب فما صغير ولاد احمد رفض مره الدعوه من بن علي اي نعم ايوه في بدايه التغيير في 92 جو كروا بعث يعني فما سنة السيد الرئيس زين العابدين بن علي في ذلك الوقت سنة حميدة أيوة. تتمثل في اليوم الوطني للثقافة. جميل خارق العادة وسدى يعني منها أخوه على أبوه ويعني مش النخبة المثقفة استدعى النخبة المثقفة وحاجة تتصورش النخبة المثقفة فيها الرثيث وفيها الباهي وفيها الحسين. النخبة المثقفة ما هيش متجانسة مش أيوة. طبقة هي بيه. يعني فيها وفيها الغني والفقير واللي دماغه مليان واللي دماغه يعني شحية واللي كذا واللي يعني مستولي على الدنيا كله يمص باسم الثقافة في البلاد ونوعيات متعة بعثوا الولاد أحمد أيوة. ما قالوا له إيجا يعني ما أنا كذا فبش للمشاركة يعني وتصورها تشريف. شو عمل الولد أحمد؟ كتب رسالة وانشرها في جريدة بن مرعي ساعتها الأخبار الإعلان أيوة لا إعلان الأسبوع في الصفحة الأخيرة ساعتها عبد العزيز الجريدي وما ندرى كانت الله يرحمه الله يرحمه مات هو بعد ما اعتذرت سيام بن سدرين ما ولد كي تذكرت وتذكرت عملت الأفسد به اتعدي شو عمل في الأخير؟ سي ولد أحمد هي كيف بعثوا الرئيس الدعوة رجع الرسالة قال يا سيد الرئيس أنا ما نجمش نحضر هذا الواحد نظرا لأنه يعني من حضوري يكلف 500 دينار في ذلك الوقت كسوة وصبات وكلاسيت والأمور غير قادر عليه وأنا بعد واللقاء هذا لن أجني منه ولا من ليم ولذلك جيد ولكن يعني هما اسمعني هذه اسمعني برا سمك البهائم اللي شدوا البلاد التونسية تلك العشر سنوات لم يخلونا نفهم مش علاقات مثل هذه العلاقات. علاقة ولد أحمد برئيس بن علي كانت علاقة مخصوصة وعلاقة بن علي بمحمود درويش مثلا كانت علاقة مخصوصة والتاريخ أما لكن هم حبوا يفقلوا البلاد ويحطوا الأواش اللي كيفهم في الإعلام خاصة أنه وهذا الحمد لله نعود لها والحمد لله. ثوري مستغرب أنا من قال لي للرئيس
اي وقاوه كالتفسير عليه حبيت تعطي في انس جابر ولا في انس جابر شكون يلبس هذا تربل علي ودي حاجه مغامره كبيره نعاود ما يجوش يسكت حبيت نقول مزلت انا عند ستاتيو اللي قلته المره الاخرى مزلت عند راي انه نعملوا ستاتيو وحاجه اخرى حبيت نقول عكس ما قال الماتر قال يحبوا بزي جوائز والله انا مع الاكاديميه على خاطر زي الانسان هذيك من حقه انها تعيش حياتها ما نقصوش هذا قصد هاو القصان علاش هي في الاخر مرأة ونتصور هكا نتصور زادة من حقها انها تعيش الحياه الخاصه نتاعها وهي تو قاعده تعيش اون دي بلاسمون وتترينا وين بلاصه لبلاصه فما حاجات باش تنحيهم المراه هذوك معناتها باش تخليهم هكا على شيره كيما الامومه كيما دونك نتصور وقيد زادة هي باش تعيش روحها كمر فوالا كان زيد اربع خمس سنين اخرين باش تعتزل في 34 35 عامل حسابك خبير في طب النساء خويا اسمع عندك دراية تحب تعيش الأمومة صغيرة مافيوزي واسمعني ورئيس الأندية سابقا وباش يولي ممثل عاد خنولي أنا طبيب نساء يا سيدي نفتحوا فتحة صفحة السياسة تود سويت نحكيه على الإفراج بضمان مالي قدره 18 مليار على عبد الرحيم الزويري حسنين يحكي لنا على عبد الرحيم الزويري تود سويت يلا حسنين هو احنا البارح سمعنا بالسيد عبد الرحيم الاستاذ هو محامي ايضا عبد الرحيم الزواري يعني وقع ضمانه ماليا ضمان مازال ما خرجش راه ايوه اما الساده المحامين نتاعو بارك الله فيهم ناس عقلاء يعني اقترحوا على المبلغ هذا اللي قبل به قبل به قاضي التحقيق ايوه فهمتني قال اوكي معناها نجم واحد سي عبد الرحيم الزواري هذا اسم من الأسماء الفاعلة والجوهرية في الحياة الثقافية في الحياة السياسية التونسية خصوصا ويعني هو مش فقط انبثق مع 7 من نوفمبر الحقيقة هو من قبل 7 من نوفمبر يعني في عهد بورقيبة مال هو أولا من جهة الكاف من جهة كومنتو أيوة. سيدي أيوة. محمد هو بالضبط من الدهماني مالا يا حبيبي مالا وهم وليد 44 جكروا باهي فهمتني يعني في حدود تو عمره 78 عام 79 عام بالضبط 18 افريل 44 يرحم والدي ويعني يا السيد هذا معناها ملي كان مع وقت في وقت بورقيبه وفي اخر وقت معناها مزالي في وقت احمد بن صالح 69 وكذا هو مغروم يعني وبدا يعني عمله السياسي وتولي المسؤوليات ملي عمره 25 عام ممتاز ملي 25 عام والي وكذا وكل حسيلو يعرف البلاد يعني في العمق متاعها العميق ومن بعد شد كثير من المسؤوليات شد التجمع هذا اول ما تسمى التجمع الدستوري الديمقراطي غيروا له اسم لانه ساعتها في تلك الفتره يعني فما وجهه نظر يعني كانت تدور تروش في البلاد فما ناس يقولك يعني ما التجمع هل الحزب هذا الدستوري نحلوه نحلوه ونعملوا حزب جديد بتاع 7 من نوفمبر ايوه ايوه اوريك الامور فما ناس اخرين اكثر حكمه قالوا نكملوا بال منه عبد البقر الهرماسي ممكن مصطفى الرويسي او شيء من هذا القبيل يعني قالك لا هاو نعملوا تجمع هذا ونخلوه ينفتح قليلا وكذا وابن علي رجل ذكي يقولك هذه اباري كامله جاهزه ممدوده عيلة كامله موجوده دستوريه منتشره في كل البلاد جهاز كبير يعني للحكم واستعمله هو واول ما شد قلت لك 92 يعني شد هو 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 عبد الرحيم الزواري شد الامن العام ويعني من خصال عبد الرحيم لانه في المحاماه كان عنده يعني علاقات يعني ممتده وجيده وخصوصا مع نجيب الشابي حتى لا ننسى ايوه من شني خي ما دخل نجيب الشابي هذا خي باش خذي حزب زاد تمرش هذا معناه هذا عمل الادوار يعني يعني كما نقولوا نحن قلب الرحى محوريه محوريه في الحياه السياسيه التونسيه الى ندخل من بعد شد وزاره النقل ولا شنو ومن بعد شد برشا وزارات العدل الشباب والطفوله الشؤون الخارجيه الرياضه والتربيه البدنيه السياحه والصناعه التقليديه النقل وغيره والنقل يعني معناه عمل شركه نتاع نقل يعني وخذا يعني امتياز يعني بعض العلامات حسين وهو رجل يعني عنده حضور جميل هو رجل وسيم وحسين كاريزماتيك انا نعرف السيده قلت لك المره الاخرى السيده اخته فوزيه الزواري تعيش في باريس كاتبه هي بالفرنسويه انسانه ممتازه لامعه جدا اخته ساره ما اخته الزواري وانا اولا نحب نحكي عليه انا بقيت نظر انا ما يهمنيش الامور هذه بارك الله اللي يريدوا
بدافع وطني وحس مستقبلي أن يصلح أموره مع الدولة التونسية، وهو من يعد نفسه من أبناء الدولة التونسية، مرحبا به ويعطي أرقام معقولة ويوافق عليها القضاء كما 18 مليون دينار يعني فلوس يعني ما في حدود ستة في حدود ستة مليون يعني أورو يرحموك معنا أموال يا حبيبي فهمتني تعمل يعني مشاريع وكذا كذا ولا بالنسبة لي للمصالح. وهذا بارك الله فيه للقضاء التونسي عمل به مع نور الدين بوطار وعمل به مع كذا، وإن شاء الله يعني يحل اللعب في هذا الاتجاه. يا أخوي أجيب حبوا بربي يكمل لك المهم. فما برشا ناس في تونس في بالهم أذكياء ومعلمية دكاترة ومش دكاترة ما هم مش مقتنعين ومش مصدقين أنه قيس سعيد ولا رئيس مش مليون تو مش قابلين تو ثلاث سنين مش مصدقين هاو تو يبدو لي بعد عملية عبد الرحيم الزواري يصدقون أن قيس سعيد رئيس ورئيس حازم ولن يفرط ذرة في فلس فرانك يعود إلى صالح البلاد. وإن شاء الله نحن توصل بنا الحكمة إلى أن نحل مشاكلنا مع بعضنا. حتى ود القروي نبي القروي موهار في فرنسا إيجا سوي وثائق إيجا أعطينا شوية ملايين من انهبتها من البلاد يا قروي أنت قروي عليك اللعنة واضح أي. أيوة أنا حبيت عجالي إيه؟ بسرعة محمد في إطار السيرة الذاتية لعبد الرحيم الزواري حبيت نأكد أنه الرئيس بن علي كان يعتمد في فترة حكمه على التكنوقراط بدرجة كبيرة كما محمد الغنوشي كما نوري جويني غيره، لكن عبد الرحيم الزواري من الوزراء القلائل السياسيين اللي كانوا معناها رجال سياسة وقادرين معناها وأنه يلقاوا حلول المشاكل ويسيروا الدولة ويتعاملوا حتى مع خارج إطار الحزب الدستوري. فهذا حبيت نضيف لك من الوزراء السياسيين القلائل في عهد بن علي في عهد الرئيس بن علي. ممتاز شكرا لك مجد البرهومي. أحوال كياس توتسويت مع أيب الغايب ورجعين. من 5 ل 7 متاع العشية الدوامة بلوس مع محمد الخميسي على إيفان أحلى غدو. يا فهم على راديو مرحبا بكم من جديد الناس كل اللي قاعدين تسمعوا فينا. رجعنا لكم نحكي وتود سويت تراند مع ثوريا العمري. أخبار جميلة جدا جدا اليوم في تراند. نبدأ بالأخبار الأولاني. الأخبار الأولاني يهم صانع المحتوى سامي الشافعي اللي أنا نعرفه على النطاق زادة الشخصي. آه ممتاز سامي. طول خدام برشا. أنا بطبيعتي جوست في أكتيف على ريزو سوسيو ونتبع فيه وعملت له فولو ونشوف قاعد يخدم في خدمة يمشي خطوة خطوة قاعد يخدم في خدمة ياسر محلاها. قدم زادة برشا فيديوهات على تونس. كان الناس هكا تسمع فيا أكيد راهي شافتك الفيديوهاتك الطفل اللي يدور من بلاصة لبلاصة يوريهم يقولوا بلاصة هذه وين ولعبة تستغرب شي يقول تايلاند شي يقول إيسيا. هذاك هو سامي الشافعي. دونك الخبر اللي فرح اليوم اللي اليوم تمت استضافته من قبل وزارة السياحة. الوزير بيدو اليوم قابلوا أكيد باش تكون فما اون كولابوراسيون للسياحة التونسية للإيماج التونسية وباش تكون على يديته هو على خاطره هو تبارك الله عليه معناتها إلي تخي كرياتيف. دونك لي فيديو اللي صور فيهم واللي هبط فيهم تلمو معناتها بالحق معناتها عملوا نومبر دو فيو ياسر محترم. هذاك علاش أنا فرحانة له فرحانة للزوز الحقيقة للوزارة لتونس ولسامي. دونك فما معناتها مارياج نتاعهم الزوز باش يخرج لنا فيديوهات ياسر مزيانين. هذه اللي حاجه ياسر فرحتني. ونحن ديما نقولوا اللي الدوله لازمها زاد تواكب شويه تكنولوجيا وكل فهوني نحيي مجهود وزاره السياحه ووزير السياحه لاستقبال سامي الشافع اللي في المونديال مثلا مونديال قطر صنع الحدث يدور يوري في جماهير العالم الكل في فيديوهات على تونس ثم يقول لهم هذيك تونس ماشي. اخيرا معناها واكبوا التطورات ولاو يؤمنوا بصناع المحتوى وقدرتهم على النفاذ معناها للعالم مش على تونس فقط. وهذا معناها نعتبره وانا تطور على اللي كان قبل مثلا وكالة الاتصال الخارجي وغيره اللي كانت الى حد ما يعني رغم كل الاخطاء اللي صارت فيها كانت تقوم بدور في الترويج لصورة تونس معناها الجيدة في الخارج. صح. واللي ضرت برشا صورتنا في السنوات اللي فاتوا في العشرية اللي فاتت خلينا وكالات الانباء متاع الدول الاخرى وغيره وسائل الاعلام تصور معناها تعدينا ايماج خايبة. فاعتقد مجهود معناها يذكر فيه يشكر من وزارة السياحة. وحاجة اخرى رسم السيد محمد المعز بالاحسن. حاجة
حاجه اخرى حبيت نزيد نقولها، كان فما انسان قاعد يخدم على ريزو سوسيو، يخدم في محتوى راهو محليه ويشرف وينور، راهو زاد ما تلقى روحك انت زاد بعد نهار اخر في نفس البلاصه نتاع سامر. الوزير اسلوبه تقليدي في استقبال السيد هذا، وغزل له مفحج على كل شيء وياخذ بحجه، يعني المفروض تقول احنا في عصر جديد وانت معه صنع معه انستغرامر يصوروا بعضهم ويتمشوا لحاجه، يعني هذه ياسر تقليديه في الرسميات، مغرقه مغرقه واضح. ما تجيش في السياحه. ممتاز، حبيت نقول الخدمه تجيب واحد كيما بحاجه يخلط صح. قلت له ليدا ذا كي بدا ماك شفته، كنا نعرفوه كيفاش بدا من الصفر امن بروحه خلط، وان شاء الله نشوفوه في ماخي. وقصه نجاح هو سامي الشافعي، وايضا فخورين بشبابنا التونسي اللي قاعد يصنع في روحه. مره اخرى نحكيو على اللقاء هذايا بين وزاره السياحه وصنع المحتوى على المستوى العالمي التونسي سامي الشافعي، هذا كان العنوان. ثريا مازلت معك في ترند، لكن قبل باش ناخذ التليفون انا شويه ربح شويه كدوات تسويت على 31 380 ألف. نلعبوا على أمبون دشاب قيمة 200 دينار من أهداء إم جي، ربح متواصل كل يوم في الدوامة بلوس بمناسبة عيد ميلاد إي إف إم والعيد ميلاد 12. معنا سعيد الحظ اللي معنا تسويت في المباشر، صديقنا محمد مرحبا. ويلو بونسوار توت ليكيب دو دوامة بلوس نمبر وان. خارق العادة صديقنا محمد. 17h-19h لو رانديفو انكونتورنابل افيك ليكيب ادورابل دو لاندي او فاندردي 17h-19h لانكونتورنابل محمد الخميسي. ما شاء الله عليك، بحلاك ومحلى روحك صديقي محمد. اش تعمل في الدنيا محمد؟ شي محاوله مضر من تونس. خارق العادة، شنو تعمل في الدنيا؟ فوالا والله دو بور لو مومون معناتها ستاند باي شويه اون فريلانس داكور. والحمد لله صافا. على باش شنو تعمل؟ تو ستاند باي. كنت نخدم في سوق دافير. ايوا. كنت نخدم في سوق دافير. خارق العادة، قداش فنان فنان يعمل فنان هذا. ما شاء الله عليه. عنده روح فنان. روح فنان، ارتيست. هذا حسنين اللي يكلم فيك. حسن يا خويك، اهلا بك. ربي يفضلك يا غالي، محلاك هاي. محسن. أيوة. أيوة. حسون الغالي حسون الغالي مرسي بوكو حسون الغالي مرحبا يا حبيبكم، يعطيكم الصحة، قاعدين تخدموا في خدمة بالحق قبل الكادوات قبل كل شيء، قاعدين تخدموا في خدمة تعمل 66 كيف بالحق ونزيد نقولوا الدوامة فلوس معناتها تعطينا لانتيغراليتي دو لاكشواليتي بالحق او فيغ يا ميزور ومعناتها او جور لو جور معناتها الحمد لله محليك محلى روحك محمد خميسي محليك دونك هكا سبورتيف هكا كل شيء شيء دونك بالحق الكينيك بالحق ان كرون تابلو بروب يعطيني السيد المخرج تصفيقه كبيره سي محمد الخميسي على المجهودات اللي خدمها كل سنه معنا في الدوامه على قريب الدوامه بلوس مع محمد منذر باش تولي على البلاصه صديقنا محمد يعطيني الصحه بالحق هو راه شمت الخميسي راه طول عقل ياسر يا خويا محلاك ديما يحشم مع القدام لوطين معناتها اما نقولوا راهو ايكيب ديريكسيون اي اف ام عطيتو الامام تاع سي محمد الخميسي في الليميسيون هذايا 17h-19h بالحق قاعد يخدم في خدمه 66 كيس تعمل 66 كيس محمد محليك خويا محليك محمد منذر بعد بعد الميسيون باش نبعث لك بعد الميسيون اسمعني 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 نحب نحيي باش نخليك تحيي بعد الميسيون باش نبعث لك نمر البي دي جي عاود له الجملتين هذوما اللي كنت تقول فيهم تو فماشي ما تصير زياده ايوا نمبر 1 ديريكسيون شكون تحب تحيي شكون تحب تحيي 19h دو لاندي او فوندردي خارق العاده شكون تحب تحيي خويا اعمل تحياتك نحب نحيي دونك نحب حي عيلتي نحب حي اي اف ام توما اي اف ام فو دون رونديفو افيك اون سواري انكونتورنابل اللي ترات العام سهريه بالحق مهبوله ياسر برشا جوائز برشا كادوات اقضوا للاستماع المعادين الكل مجندين باش يامنوا لكم الحصص الكل بالحق ان كرون تابلو ايه ايه بالغايب ايه بالغايب ايه بالغايب حامد طلبنا الذهب ايه بالغايب الايقونه هذيك محليك محليك محمد محليك بالحق عشان نتاع باش جينا اخبرته قلت له شويه اخبرته قال لك وانت ليخت بالحق تخدم في خدمه باهي نادي زاد صوتي للديريكسيون محمد ايه بالغايب امان 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 ديما اعطيوها لونتين وديما خلوها تخدم على روحها تعمل خدمتها راهي باهي ياسر ايه بالغايب ايه بالغايب ايه بالغايب محليك محمد زيد مازالوا عندنا 30 ثانيه اخرين زيد المعدين الكل ملك المعلاوي محمد شيحه بالحق المعدين تاعنا نحبهم ياسر لي تكنيسيان امير خليل امين امين كل 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 بالحق يخدموا في خدمه تعمل 66 كيف وان كرون تابلو لجماعه ديسك نيوز
ان كونت افلو ربي فضلها من الكل هم اي اف ام احلى راديو. ما شاء الله عليك محمد، قديش محليك وقديش ترجع فينا روح وانرجي نتاعك تعمل 66 كيف ما غير حتى سؤال. مبروك عليك من اهداء ام جي امبون دشاب قيمه 200 دينار، الف الف مبروك، وان شاء الله ديما روحك هذه باهيه، وان شاء الله تكون موجود بحذانا وتحتفل معنا بعيد ميلاد اي اف ام. تعدى عمر على مغازتنا العامة في باب بحر ديمارت البارون دير لونجي، كانت تقضي من ام جي يجيش البالك، ومن اللي استقلينا في تونس كاملة حلينا، شكون ما خذاش منها اول تلفزة واول راديو، وشكون ما شراش منها مبروك السيزيام والباك، كل مولد كل رونتري وكل عيد تفرحنا وتودنا بجديد. ام جي 140 سنة يفرح قلبك كل يوم. ام جي 140 سنة يفرح قلبك كل يوم. الربح ديما يستنى فيكم على 31 380 اللي بتستنونا بعد شوية في ساعتنا الثانية. نحكيه شوية كورة، نحكيه على طلبات وشروط حماس لوقف إطلاق النار وقائمة الأسرة اللي تطلب وحماس تسر على إطلاق سراحهم. خليكم معنا رجعين.